السلام اللي اتحقق بعد النصر العظيم والجهد الكبير اللي بذله الرئيس السادات عشان ما تبقاش في قطرة دم تراق مرة أخرى لأي جندي مصري بعد النصر العظيم، وكيف بحنكته. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم، يمكن إحنا في لحظات كثيرة كأسرة السادات نشعر أن هناك شيء من الخصومة أو شيء من عدم الراحة مع الكاتب محمد حسن الهيه، لأنه للأسف الشديد دائما ما يتجنن ودائما ما يديش الرئيس السادات وما يديش ما تحقق على الأرض لهذا الرجل من حق حقيقي. وأنا هقول لكم الكلام ده ليه، ويمكن الكبار الموجودين يتذكروا هذا الكلام. قبل حرب 73 لو تتذكروا كان في لقاءات ما بين الرئيس السادات ومحمد حسن الهيه، وكان في هذا التوقيت محمد حسن الهيه في الأهرام خد الصفحة الأولى في مقالة كبيرة إن كان بيمدح بإسرائيل الخط بارليف المانع الرهيب، وكان بيمدح عمال يتكلم على إن الكلام ده عشان يحصل إن الجنود المصريين أو يحصل أي حراك عسكري في هذا التوقيت كان شيء من شبه المستحيلات، وإن الخسائر في مصر هتكون بالآلاف أو مئات الآلاف بالنسبة للقوات المسلحة المصرية. ده كان أسلوب من أسلوب الخداع للرئيس السادات اللي خلى محمد حسن الهيكل يوظف إمكانياته الصحفية أو قلمه عشان يأكد خضوع مصر لعدم التحليل السياسي. ومرت أيام قليلة وكانت 73 6 أكتوبر النصر العظيم. أنا بحكي لحضرتكم حاجات يمكن أول مرة تسمعوها، لكن ده يؤكد الفكر الاستراتيجي والخداع الاستراتيجي اللي كان بيتمتع بيه الزعيم الراحل أنور السادات، وإزاي إنه قدر يوظف كل الإمكانيات سواء في بشر أو في معدات أو حتى في يعني مستقبل عشان يقدر يحقق النصر ويحقق لنا العزة والكرامة والفخر اللي إحنا النهارده بنتكلم فيه في العاشر من رمضان. برضه أنا عايز أقول لحضراتكم من الحاجات اللي استخدمها الرئيس السادات مع اتفاقية السلام، يمكن حضراتكم وبرضه يمكن الكبار هم اللي واعيين لهذا الكلام، حضراتكم عارفين إن من ضمن بنود اتفاقية السلام هو حصول مصر على معونة 2.3 مليار دولار سنويًا. يعني أنا عايز أقول لحضراتكم إن إحنا من سنة 80 81 لغاية النهاردة لو حضراتكم حسبتوا مبلغ المعونة اللي جه لمصر نتيجة إن إحنا رجعنا أرضنا وكرامتنا. وكان الرئيس السادات، أنا ليه بقول القصة دي؟ إن الرئيس السادات لما كانت ناس بتقول ده تمن السلام، لا ده مش كده، رئيس السادات قالها وأنا واعي هذا الكلام وحاضره، قال ده تمن أمريكان بيدفعوه بنالتي عشان مصر وعشان جيش مصر ومعدات وأسلحة مصر اللي دمروها في 73. فأنا عايز أقول لحضراتكم لو تأملنا الكثير والكثير في القرارات وفي الرؤى الخاصة بالرئيس السادات، الحقيقة هنتكلم كتير ويعني هنقول أمور يمكن ناس كتيرة هتبقى مستغربة البعد أو الرؤية البعيدة للرئيس السادات. ويكفي ان انا اقول لحضراتكم ان الرئيس السادات لما قفز او لما عبر بمصر ايضا من قطار الشيوعية في 71 بقراره ترحيل الخبراء الروس كان له هدفين. الهدف الاول هو تحقيق النصر بايد ولادنا ورجال مصر عشان ما حدش ينسى بالفضل ابدا لحد غير مصر واهل مصر وشعب مصر ورجالة مصر من القوات المسلحة الباسلة. رئيس السادات حقيقة التاريخ لسه ما ادالوش حقه، والتاريخ هيقف كثيرا يتأمل هذه الشخصية الفريدة، رجل الدولة المتميز والفريد اللي نتمنى ان مصر تجود بمثله في السنوات والأيام القادمة، لأن مصر تحتاج إلى رؤية مختلفة وإلى حس سياسي عالي جدا وإلى فهم
للمشاكل مش بس الداخلية، أيضا للمشاكل الدولية وكيفية توظيف كل هذا الكلام لمصلحة الوطن ولمصلحة المواطن المصري. طبعا الرئيس السادات يعني مهما تحدثنا عن قيمة هذا الرجل العظيم اللي قدم لمصر الكثير وللأمة العربية وأيضا للقضية الفلسطينية، كنت أتمنى أن يستوعب إخواننا القادة الفلسطينيين منذ زمن بعيد رؤية الرئيس السادات في السماح لهم بالتفاوض المباشر واستعادة الأرض زي ما حصل لمصر واستعادة الأرض. الرئيس السادات يعني كان يتمنى من كل الإخوة العرب أن يتفاوضوا، خاصة بعد ما تم الدعوة بشكل يعني أكثر من لائق وأكثر من يعني جيد بعد انتصار كبير وبعد إحساس بفخر كبير، لكن للأسف الشديد لم يستجيبوا. وأعتقد أنهم لو كانوا استجابوا وكان البعض تفهم مصالح الوطن ومصالح الأمة العربية منذ التاريخ البعيد ده، ما كانش الوضع اللي احنا فيه النهاردة ده والأزمة اللي احنا فيها النهاردة في غزة للأسف الشديد. ولكن أتمنى أن يرفع كل الانتهازيين وكل المتاجرين بالقضية الفلسطينية أيديهم في هذه الفترة حتى يتسنى للمخلصين، وخاصة مصر وهي حريصة على القضية الفلسطينية، لأن احنا بنعتبر أن غزة هي امتداد لنا، ويعني القضية اللي دائما كانت تحت رعاية يعني الدولة المصرية. أتمنى أن الفترة القادمة إن شاء الله تشهد انفراجة، وأتمنى يعني احنا يمكن شايفين الإدارة المصرية كيف تعاملت وكيف تجاوبت بشكل عاجل في فتح المعابر، وأيضا كيف تجري المشاورات المتعددة من أجل إيقاف يعني ما يحدث في غزة. أتمنى طبعا للإدارة المصرية التوفيق إن شاء الله. شوف حضرتك، احنا بدأنا الاحتفاليات من يوم العشر، وعملنا برضو جمع أكبر من ده بكتير، كان بيجمع الفلاحين والعمال والصيادين والشباب يعني وكل فئات المجتمع يوم العشر، كان في مقر الحزب وعملنا احتفالية كبيرة قوي الحقيقة. دي استكمال يعني المهارة دي، برضو رسالة أبعد شوية. النهاردة عاوزين نتكلم على مبادئ الحزب، عاوزين نقول إحنا بنعمل، إحنا عايزين إيه، مين السادات. الحقيقة الشيء المحزن إن في جيل كامل ما يعرفش رئيس السادات، ونعرفه بيعرفه بطريقة سلبية للغاية. يعني 30 سنة اللي فاتت أغلب الشباب اللي طلعوا ما يعرفوش السادات مين، عمل إيه، ما يعرفوش إن هذا الرجل من قبل 52 من 16 سنة وهو رجل مناضل، وقام بثورة 52 واشتغل فيها، ثم يعني قرارات. إحنا بقى عاوزين نقول للناس أو خصوصا الشباب مين السادات ده، إيه مبادئه اللي الحزب ده قايم عليها. في ناس كتيرة برضو نمصت العمليات دي لفترة طويل، فهو ده الهدف النهاردة إن شاء الله. ده بالإضافة بقى نفطر مع بعض يعني بحاجة جميلة. مبادئه فعايزين نعرف رؤيه الحزب للتطورات المدنيه الفلسطينيه اللي هي كانت دايما نشر الشباب الرئيس السادات دي رؤيه الانتخابات. عايزين نعرف راي الحزب في التطورات المدنيه الفلسطينيه دلوقتي والظرف طبعا ما يحدث ضد الناس العزل غير مقبول، ده اجرام. بس الحقيقة لازم إحنا نعرف إزاي ندافع عنه، يعني لازم إزاي نتناول هذا الموضوع بشكل علمي وما ننجرفش عاطفيا ويجرونا في حاجات إحنا لو دخلناها مش هنعرف نطلع. إحنا كلنا فاهمين اللي بيحصل، لكن الشعب لا يصح إن يتعامل في الشعب الفلسطيني كده، وده موضوع تاني ودي قضية لازم تتناول دوليا علشان ناخد حق الشعب الفلسطيني. ده إجرام، ما أقدرش أقول أكتر من كده. أنا طبعا سعيد إن أنا تلقيت الدعوة يعني من الدكتور عفت الحقيقة، ومتأخرتش تماما عشان أجي أحكي ما حدث في أيام حرب 73، باعتبار زي ما حضرتك قلت كده كنت قاعد في الغرفة الرئيسية اللي كان فيها الرئيس أنور السادات بيقود البلد يعني بيقود القوات المسلحة في هذا الوقت، وإن شاء الله نقدر نعبر تعبير صادق عن الفترة دي كلها، لأن فترة طبعا عصيبة جدا، وكانت بداية موفقة من الجيش المصري الحمد لله أنه يرد اعتباره تاني بعد 67 والهزيمة المنكرة اللي حصلت بأنه هو يعبر قناة السويس ويقتحم خط بارليف ويدمره ويستولي على جزء كبير من سيناء إلى آخره. ايه اكبر التحديات اللي بتواجه الجيش المصري في ظل الظروف الحاليه دلوقتي في العراق، وايضا ما يحدث
اللي بيهدد دلوقتي مصر هي كل الدول المحيطة بينا عندها فيها حالة من حالات الاستنفار وحالات غير طبيعية بتتم سواء كانت ليبيا ولا السودان ولا قطاع غزة، وكل ده بيؤثر على أمن القومي المصري. مفيش شك احنا حريصين اننا نأمن حدودنا كويس قوي ونتابع هذه المواقف بصفة دائمة حتى نأمن اي احداث غير طبيعية تتم في بلدنا ونحافظ على الشعب المصري. لا، موقف مصر طبعا من القضية الفلسطينية لازم ينتهي لها حل، لازم يوصلوا لها الحل. مش معقول يقعدوا 40-50 سنة لسه ما زالوا ما بيحلوش هذه القضية، وإحنا هم اللي غلطانين من الأصل. لما جه أنور السادات يعمل تبعية السلام والكلام قال لهم تعالوا اقعدوا ويانا، ما جوش يقعدوا، فتأخروا 40 سنة هو عن ال 41 سنة. كان المفروض ان هم لو كانوا انضموا علينا كانوا خدوا ارضهم ورجعوا بلدهم تاني، ويعني بمنتهى البساطة. يعني حل القضية الفلسطينية يكون حل امني ولا حل سياسي؟ لا، الحل بتهيالي هيكون حل سياسي، انا متخيل ان هو هيكون حل سياسي. المقتل اللي حصل في الصاروخ اللي جاي ضرب غلط ده امر مفروض منه ساعات بيحصل، يعني ما في الصواريخ يعني ممكن يكون نسبه معينه ما بتوصلش لهدفها، فدي حاجه يعني ما لا مش خطنا يعني مش مقصوده يعني.